فيما يتعلق أيضا بتعقيد المشهد مع اقتراب الولايات المتحدة من حسم السباق الرئاسي، هل اليوم أمام حجم الانتهاكات التي امتدت على نحو عام كامل ودخلت في عامها الثاني، هل يمكن أن يلقي بذلك بظلاله وبثقله على استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة؟ ذلك يعتمد على من يفوز، فإذا كانت هاريس لا أظن أنه سوف يكون أي تغيير كبير أو جذري في السياسة الأمريكية، سوف يكون هنالك إخراج ولباقة أكثر في تفسير السياسة، ولكن سوف تظل نفس السياسة. أما إذا كان ترامب فتوقع الكثيرين هو أن ترامب لا يريد أو يريد للحرب أن تنتهي بشكل سريع، فقد يضغط في اتجاه أن تقوم إسرائيل أو يوافق أو ويساعد إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة والجزء الشمالي من غزة، ويمكن أيضا طرد الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنه بالطبع ترامب سوف يساعد إسرائيل على منع الأونروا. ولكنه في تصريحاته الأخيرة يعني الموجهة إلى الجالية العربية واللبنانية تحديدا، قال أنه سيعمل على وقف التصعيد ووقف الحرب. هل يمكن وضع ذلك في مجرد يعني تصريحات للمهرجانات الانتخابية؟ لا، هو يريد بالفعل إيقاف الحرب، ولكن فبالطبع الجالية تريد ذلك، لأن إيقاف الحرب يعني إيقاف القتل، ولكن في نفس الوقت سوف يقف مع إسرائيل ويدعمها في سياساتها التوسعية، وقد ذكر أن مساحة إسرائيل صغيرة جدا ويجب توسيعها، وأن شواطئ غزة شواطئ جيدة جدا للسياحة، أي أنه طيب ألا يتعارض ذلك مع ما يعني تم إكاله من اتهامات للرئيس الحالي جو بايدن بأنه مسؤول عن توسيع الصراع وأن العالم يدور في حلقات متكررة من الحرب؟ بالعكس، موقف ترامب هو أن الديمقراطيين إجمالا لا يتخذون قرارات حاسمة لإنهاء تلك الحروب، فإن كان في أوكرانيا أو في فلسطين وإسرائيل، هذا التماطل من طرف الإدارة هو ما سبب ذلك. لو كان ترامب في الرئاسة لما سمح للحرب أن تطول هكذا، وكان بالطبع وقف مع إسرائيل وساعد إسرائيل، ولكن النقطة التي يصر عليها ترامب هو أنه يستطيع أن ينهي الحرب بشكل سريع ولا يجعلها تثقل الاقتصاد الأمريكي والسياسة الأمريكية، أي أن السياسة الخارجية الأمريكية مشغولة في أوكرانيا وإسرائيل وليس في أمور أخرى.